Hello everyone, happy Tuesday. Zainab Shaib here, reporter for WTOL. I'm just here to give you the daily updates on what Governor Mike DeWine discussed about the coronavirus and of course Lucas County updates as well, all in Arabic. Our Faith Atkins did an amazing job giving an update in English. So if you're looking for that language, you can head over to our Facebook page. It's posted there. And our Roxana Lee has also got done giving her update in Spanish for the non-English speakers in our community. And for the Arabic speakers in our community, I'm going to do a quick update in Arabic about what is going on in Ohio, Lucas County numbers, and Lucas County updates on the coronavirus as well. So thank you all for tuning in. If you're looking for either of those languages, they are posted on our Facebook page. And if you just want to tune in and listen to Arabic, you're more than welcome to. I really do appreciate it. So in the meantime, I'm just going to give the quick update in Arabic for right now. هو قال انه بدو يحكي مع اشخاص مهم بالنسبة للفتح للمطاعم والفتح للصالونات يعني المحل الشعر والكوافيرات بكرة. So عشان هيك الحاكم مايك ديوان ما رح يحكي بكرة, يمكن بيطلع ويقلنا شو صار مأخر. بس إذا حاكم مايك ديوان ما طلع بكرة وحكي, أنا ما رح أطلع بكرة وأحكي على الفيسبوك لايف. So بدي أقلكن وخبركن أحسن ما تقول إنه شو صار بزينب. فشكرا كتير للكل عم يضلون يحضروني كل يوم, و أنا بحب اسمع صوتكم واسمع شو عم بيصير معكم, وإذا عندكم سؤال كمان بعتولي إياهن. Samara. We already have a Spanish update in our Facebook page, so if you want to head over there and watch that update, you're more than welcome to. But thank you so much for tuning in. I'm going to carry on and speak in Arabic for the Arabic speakers in our community. So thank you so much. So أمك عم بقولكم بكرة يمكن الحاكم مايك ديوان ما رح يحكي, فرال عنده ميتينجز مع الناس رح يفتح الموضوع الفتح للمطاعم والمحل الصالونات كمان, فيمكن يحكي يمكن لا. فإذا ما طلع بكرة أنا ما رح أطلع على الفيسبوك لايف, سو رح أشتاق لكم بكرة. بس أول شيء بدي أقولكم عن كم شخص عندهم الكورونا فيروس بأوهايو وكم شخص عندهم الكورونا فيروس بلوكس كاوني كمان. هلأ بأوهايو في 10,969 أشخاص بأوهايو عندهم الكورونا فيروس, أوكي؟ هول نمرة عاجين من أوهايو هيلث ديبارتمنت. وكم شخص مات من وراء الكورونا فيروس بأوهايو, صاروا 1,038 أشخاص ماتوا من وراء كورونا فيروس. في كتير ناس بعضهم عم بيفحصوا يشوفوا إذا ماتوا من وراء الكورونا فيروس. So إذا طلع النتيجة صح ماتوا من وراء كورونا فيروس رح يصيروا 1,135 أشخاص ماتوا من وراء كورونا فيروس بأوهايو. هلا في 3,956 أشخاص بالمستشفى من وراء الكورونا فيروس, وفي 1,123 أشخاص بالآي سي يو من وراء الكورونا فيروس, أوكي؟ سو بدي أقلكن بعد مرة, في فوق 20,000 أشخاص عندهم الكورونا فيروس بأوهايو, وكم شخص ماتوا من وراء الكورونا فيروس 1,135 أشخاص ماتوا من وراء الكورونا فيروس بأوهايو. هلا باللوكس كاوني أبي يقولوا إنه في 1,377 أشخاص عنده اكيد الكورونا فيروس بلوكس كاوني, اوكي. هلا كمان عم بيفحصوا انه في 122 اشخاص يمكن عندهم الكورونا فيروس, سو اذا طلع النتيجه صح رح يصيروا 1,448 اشخاص بلوكس كاوني عندهم الكورونا فيروس. من يومين قلت لكم بالولايه كلها باوهايو طلع لوكس كاوني اكثر شيء, اكثر ناس ماتوا من وراء الكورونا فيروس بلوكس كاوني. So تخيلوا بالولاية كلها أوهايو طلع لوكس كاوني أقوى شيء لناس ماتوا من وراء الكورونا فيروس. فهلا حتيت هلا في 122 أشخاص ماتوا من وراء الكورونا فيروس. هلا في 18 أشخاص يمكن ماتوا من وراء الكورونا فيروس, بس بعد بدهم يفحصوهم. إذا طلع النتيجة صح رح يصير 140 أشخاص ماتوا من وراء الكورونا فيروس بلوكس كاوني.
okay? فانتباه حالكم. إذا بدكم تظهروا أكيد الحاكي مكدوان ما قال ما ضروري تلبسوا الكمامات، بس إذا بدكم تلبسوا هو بينصح الكل يلبسوا الكمامات كمان، مشانكم ومشان حماية غيركم كمان. اوكي بدي اشوف اذا حدا عنده سؤال، اذا حدا حابب يقول لي شيء او يسالني شيء هلا على الفيسبوك لايف فيكم تقولوا لي، او اذا حابين تبعتوا لي رساله فيكم تبعتوا لي اياها. اسمي زينب شعيب. سهير هاي، غالب شكرا، ويلكم باك تو يو تو. اوكي ما شايفه سؤال، سو انا راح ابلش احكي شو قال الحاكم مايك دوين اليوم. فاول شيء قال مايك دوين حكي انه في كتير ناس رح يخسروا اشغالتهم لان الاكاديمي مش ظابطه، الاكاديمي نازل شوي سو من ورا الكورونا فيروس اكيد. فبيقول انه من شهرين في ناس رح يخسروا اشغالهم من ورا الكورونا فيروس كمان اللي من ورا الاكاديمي. اوكي هلا رح اقول لكم شو رح يصير، مين رح يخسر شغلاتهم و كم مصاري رح يخسروا من ورا الكورونا فيروس. هلا بالنسبه للميديكيد في كتير ناس رح يخسروا شغلاتهم من ورا الميديكيد و رح يشيلوا من الميديكيد يخسروا مصاري 210 مليون دولار من ميديكيد. اوكي كمان المدارس K-12 Foundation رح يخسروا 55 مليون دولار كمان. وبعدين other educational يعني الغير المدارس الغير كمان other educational يعني الغير مدارس رح يكونوا 55 مليون، والK-12 Foundation رح يكونوا 300 مليون دولار رح يخسروا. اوكي وكمان الهاير education يعني المدارس العالة مثل عالي يعني الكوليدج الجامعات هيك رح يخسروا 110 مليون دولار من ولا الكورونا فيروس. و all other agencies يعني غير الشركات رح يخسروا 100 مليون دولار. اوكي فاذا بتعدوا هون ميديكيد والK-12 فاونديشن والادكيشن هول كلهم تعدوا هون رح يصيروا 775 مليون دولار رح يخسروا من وراء الكورونا فيروس. so في كتير ناس رح يخسروا أشغالهم من وراها. أكتر شيء كمان المدارس أوكي رح يخسروا المصاري، والعالم رح يخسروا أشغالهم من وراء الكورونا فيروس لأن الإيكونومي نازل. ففي حدا كان بيسأل الحاكم اليوم إنه كل ولاية عنده مصاري على الجنب أوكي اسمه ال rainy day fund، وفي حدا سأله إنه ليش ما بتستعمل المصاري تبعت الريني داي فان المصاري اللي أوهايو عنده إياها بالجنب أو وقديش عنا أوهايو. هو قال بدوش يستعملها هلا، بده يستعملها بعدين أوكي، بس ما قال أيتم رح يستعملها. وإذا بدكم تعرفوا قديه أوهايو عنده على الجنب، عنده فوق 2.5 بليون دولار، فوق 2 بليون نص بليون دولار. اوكي سو فوق 2 بليون دولار اوهايو عنده على الجنب، بس هو بدوش يستعمل المصاري لبعدين. بس ايتم ما قال لحتيت هلا. فاكثر من هيك قال اكثر شيء الحاكم مايك دوين بالنسبه اوهايو وشو بيصير هاليوم. بس بكره كمان بدي اذكركم للكل عم يفوتوا هلا، بكره انا رح اطلع على الفيسبوك لايف لان الحاكم عنده ميتينجز وبده يحكي مع الناس كتير مهم بالبزنسز ليفتح المطاعم. ايتم بده يفتح مطاعم يقرروا ويحكوا ايتم رح يفتحوا، وايتم بدهم يفتحوا الصالونات والكوافيرات كمان.
فاذا ما طلع بكره الحاكم مكدواين انا ما رح اطلع لو بس يحكي انا رح اطلع لفهمكم شو بيصير بالهالولاية. بس غير هيك ما قال شيء تاني. اكتر شيء قال انه في كتير ناس رح يخسروا اشغالاتهم من وراء الكورونا فيروس، فرح يكون خسرانين مصاري 775 مليون دولار. من رح يبلش ناس ينزلوا من الشغل، يطلعوا من الشغل من شهرين رح يبلشوا، رح تشوفوا الناس يخسروا اشغالاتهم. اوكي بس غير هيك ما في شيء تاني قالة. فبدي اشوف اذا حدا عنده سؤال تاني او اذا حابين تقولوا لي شيء. ما في سؤال. اوكي سو ما رح اخر عليكم اليوم لان في كتير ناس بدهم يطبخوا ويفطروا، سو بديش اخذ من وقتكم كتير. For all of those who are just tuning in, thank you so much. I am Zainab Shaib, a reporter for WTOL. I'm just giving a quick update in Arabic of what the governor discussed earlier today and a Lucas County update as well. So thank you guys all for tuning in. I'm just gonna carry on and wrap up in Arabic real quick. But if you're looking for an English update or a Spanish update, our Faith Atkins got done giving her update in English. You can head over to our Facebook page and that video is posted. Our Roxanne Elias does a phenomenal job every single time updating in Spanish as well. So you can head over there too and see her video as well. But for right now, I am going to continue to wrap up this Arabic update and I'll talk to you guys later. شكرا كتير لكل عم يفوتوا وبيحضرونا، وانا بديش اخر عليكم لان بعرف انك في كتير عالم بدهم يفطروا. بس بدي اقولكم كم شخص عندهم الكورونا فيروس باوهايو. بعد مره عم بيقولوا انه في 20,969 اشخاص باوهايو عندهم الكورونا فيروس، وبعدين في 1,135 أشخاص ماتوا بأوهايو من وراء الكورونا فيروس. هلأ في 3,956 أشخاص بالمستشفى من وراء الكورونا فيروس، وفي 1,123 أشخاص بالمستشفى بالآي سي يو من وراء الكورونا فيروس. كوزات شكرا لإليك كل يوم بتحضريني وشكرا كتير. وبعد لوكس كاوني من يومين عم بيقولوا انه بالولايه كلها اوهايو لوكس كاوني طلع اقوى شيء، اكثر شيء الناس ماتوا من وراء الكورونا فيروس. انتبهوا حالكم. عم بيقولوا انه لحتيت هلا في 122 اشخاص ماتوا من وراء الكورونا فيروس، 18 اشخاص يمكن ماتوا من وراء الكورونا فيروس كمان بس بدهم يفحصوها. سو اذا طلع نتيجه صح رح يصيروا 140 أشخاص ماتوا من وراء الكورونا فيروس. أوكي بس لحتيت هلا في 1,448 أشخاص بلوكس كاوني عندهم الكورونا فيروس. أوكي سو هي قال الحاكم مايك ديوان مثل ما بقلكم إنه بكرة هو عنده ميتينجز مع أشخاص للبزنسز للمطاعم أيتما بدهم يرجع يفتحوا، وحتى للكوافيرات الصالونات بكرة عنده ميتينج، سو يمكن ما رح يجي يطلع ويحكي. فإذا ما طلع هو الحاكم مايك ديوان رح أنطر لهو يطلع لحتى يجي إني على الفيسبوك وفصلكم. سو يمكن ما بشوفكم بكرة بس أكيد رح ارجع الخميس، يوم الخميس لاجي لكم شو بيصير كمان. اذا طلع بكره ان رح اطلع. اوكي بس بدي اقول لكم باي لحتى لهلا ولحتيت هلا صحتين. اذا كلكم بتفطروا هلا وان شاء الله بشوفكم يمكن بكره بس على الاكيد الخميس. اوكي باي باي.